احنا عشان نشوف الإجابة على الأسئلة اللي احنا بنطرح فيها دي خلال موضوعنا، ينضم لنا عبر خط الهاتف أستاذ موسى الياس، موسى الناجي. أهلا بك أستاذ موسى الناجي، احنا سعيدين جدا بانضمامك لنا حبابك. مرحبا مرحبا حبابكم، ان شاء الله سعيد بكم كمان جدا وسعيد بالاستضافه، وان شاء الله نقدر نقدم من حاجه اللي تفيد الشباب كلها باذن الله. اهلا بك حبابك، واحنا بنتكلم عن الطاقات الشبابيه وكيفيه الاستفاده منها. طيب احنا زي ما عارفين يا جماعه كلنا انه السودان ما شاء الله اول حاجه عموما الغاره الافريقيه هي معروفه الغاره الشابه لسه، اللي هو متوسط الاعمار فيها هي من حدود 18 ل 20 على ما اعتقد، يعني ما زي القاره العجوزه القاره الاوروبيه القاره الاسيويه. فطاقات اللي عندنا طاقات صراحه مهوله بتاعت الشباب، والحاجه دي صراحه محتاجه لتسخير، ولو تسخرت بصوره كويسه السودان قادر ينهض تماما، خصوصا ان السودان دوله غنيه بموارد المختلفه، سواء كانت موارد زراعيه او حيوانيه او غيره من الموارد الكثيره. صراحه الواحد قدر ما يعدده ممكن ياخذ له يومين ثلاثه في الموضوع ده. نعم. فالحاجه اللي بنتمناها اول حاجه من عموما زي ما نقول من القطاع الحكومي، اول حاجه في انه الليله المفروض توفر تتعمل دراسات واضحه لكميه الشباب الخريجين، وكيف نقدر احنا نسخر لهم سواء يكونوا موظفين في قطاع الخدمه المدنيه ذاتها او حتى ذاته في الحته بتاعت القطاع الخاص، من انها نوفر لهم مشاريع زراعيه او مشاريع حيوانيه او غيرها من التفاصيل اللي بتقدر زي ما قلت احسن بشويه في انه هي تقدر تسخر طاقه الشباب دي لخدمه الوطن ولخدمتهم هم في حد ذاتهم. نعم. وعلى الاقل الحاجه تحاول تقلل من النسبه بتاعت الاغتراب. صراحه اللي بقينا نشهدها في الفتره الاخيره من كميه من العقول النيره، حتى من الشباب، يعني احنا ما بنقول من الناس الكبار في العمر، نقول من الشباب اللي عدوب الخريجين جامعات وفي مقتبل حياته طلعوا من السودان. الحديث طبعا هو ده نظام تكاملي، يعني بيبدا من الدوله برئاستها كويس لحد القطاع بتاع البنوك، في انه هو المفروض يوفر فرص بتاع التمويل كويسه للشباب دي بشروط نقول عليها ما شروط تعجيزيه، لكن نقول عليها شروط ممكن تكون مسهله لهم نوعا ما بناء على نوعيه المشاريع اللي هم شغالين عليها. يعني فالحاجه دي صراحه دايره حركه كبيره جدا، والشباب السوداني قادر، يعني قادر ينتج وقادر يسخر موارد السودان لخدمه السودان وبرا السودان كمان، يعني خصوصا انه في الاخيره دي شفنا كميه من المنتجات السودانيه اللي بتطلع برا السودان وزي ما بيقولوا شرفانها في كل المحافل الدوليه. نعم، ودي كلها من خلال الطاقات الشبابية. احنا ذكرنا اكثر من مرة انه هل ممكن يعني ادخال او ادراج الشباب في مؤسسات الدولة او في الجهاز التنفيذي عشان يكون في خير اعانة، يعني لو قلنا انه في تطور طبيعي لمسألة المنظمات او المبادرات الشبابية، هل ممكن يكون هو الاتجاه لتوظيف الشباب في مؤسسات الدولة؟ اكيد طبعا. الليلة احنا طالما نتكلم عن مؤسسات خدمة مدنية، الليله الحاجه بتاع الحته بتاعت وجود الشباب ممكن تكون موجوده فيها، ليه؟ لان هم بكونوا شويه اقرب للواقع ومدعشين معاه، لكن في نفس الوقت كمان احنا لازم نقول حاجه مهمه جدا اللي هو الحته بتاعت انه انت الليله عشان تكون لك شاب في الحته بتاعت مؤسسه خدمه مدنيه، انت الليله لازم تكون عندك يكون عندك محفزات له، يعني متاكد انه مرتبات والحاجات دي في الوقت اللي علينا، خصوصا انه شاب بيكون طموح انه داير يبني حياته، داير يكون اسره، داير يعمل بيت، داير يعمل عربيه وغيره كثير من التفاصيل. الحاجه لازم تكون مؤسسات الخدمه المدنيه، وعندنا مثال قريب جدا اللي هو المثال مثلا بتاع دول الخليج، الامارات، السعوديه، غيره من الحتات، بتلقي انه الوظائف الحكوميه للمواطنين ممكن هو بيكون بياخذ دبل سعر اللي اسمه شو سعر العامل او الوافد اللي بيجي من اي دوله ثانيه. نعم. كويس. بالطريقه دي انت حتقدر تضمن انه في حاجات كثيره صراحه ما بتحصل، سواء كانت رشوه او محسوبيه او اختلاس او غيره من الحاجات المعروفه عموما في القاره الافريقيه، يعني عموما فلازم الحته بتاعت انه الشباب يتسخروا في حته المؤسسات المدنيه والخدمه المدنيه
دي حاجة لا بد منها، لأن هم أقرب للواقع ومعايشين وعارفين التفاصيل. وحتى إيفن إحنا عشان نحاول ذاتنا نرتقي بشغل الخدمة المدنية لازم يكون في لازم يكون في روح شبابية قاعدة في الموضوع، باعتبار إنه إحنا نقدر ندخل الحتة بتاعة التكنولوجيا والتفاصيل الكثيرة. والحاجة دي حتى ذاته يعني ممكن تتعامل على نطاق على نطاق مثلا الموظفين بتاع الخدمة المدنية الحاليين الموجودين. انت هناك ايوه حتخش حته بتاع التدريب، لكن التدريب مثلا للشباب ما بياخذ نفس الزمن ولا حيكون بنفس التكاليف وغيره وغيره، لانه هم اوريدي مثلا يكون عندهم علاقه بالتكنولوجيا، تفاصيل الاجهزه بتاعت الحسابات و ونحن بنلاقي انه هنا فعلا لحد يوم الليل الروح بتاعت المؤسسه بتاعت السلم المدنيه لسه في شبكه طاشه، فلان ما جاء غيره وغيره وغيره من التفاصيل دي كويس. فالحاجه دي نحن نحاول شويه ندخل الروح الشبابيه في المؤسسات، وحنلقى ان شاء الله في امور عائد كويس منهم يتم تطويرها يعني باذن الله. نعم، شكرا لك جزيل الشكر استاذ موسى الناجي على المعلومات الكافيه ووافيه والكلام الطيب اللي انت قلته لنا والدعم الكبير اللي قدمته للشباب ان شاء الله. بس احنا نحاول زي ما قلت لك يعني نحاول نوجه زي ما بيقولوا نوجه رسالتنا للمسؤولين من البلد انه يا جماعه حاولوا بس شنو يعني نسهل شروط التمويل من البنوك، نفتح مؤسسات تعاونيه، ندي الشباب مشاريع سواء كان مشاريع زراعيه او حيوانيه او غيره من التفاصيل الكثيره اللي ممكن تساعد الشباب في حد ذاته انه يوطنوا روحهم في البلد وينعموا بخير، وبعد ذلك نقولوا خيرهم ده بيدعمهم للناس كلها يعني باذن الله. نعم، بكل تاكيد. شكرا لك كثير. ان شاء الله. تسلم كثير يا حبيبي. مشاهدينا في كل مكان، حاولنا مع بعض مع أستاذ موسى إنه نلملم أطراف الموضوع، فهو لخص لنا كل فكرة الموضوع اللي احنا طرحناه وكيف يتم الاستفادة من الطاقات الشبابية في المجالات المختلفة. احنا بأكيد نكون وصلنا معكم لختام هذه الحلقة من BNFM. في ختام الحلقة تقبلوا تحايا المنتج نسرين مكي، شكرا يا نسرين على الحضور الجميل، طارق بادة في الأجهزة الصوتية واختيار الأغنيات شكرا لك، شكرا محمد عايد في الكاركتر، شكرا كريم ورؤى في غرفة البث، المخرج الشاب الجميل بركات كمان بحييكم وليك التحية بركات، شكرا لك على الحضور الجميل، شكرا مشاهدينا في كل مكان لحد ما نلاقيكم في حلقة جديدة، في أمان الله.